اكتر حاجه ما بتحبهاش بيستسلم بسرعه. انا برضو فاهم غلط تمام اكتر كلمه على طول على لسانه خلصانه وعلى وضعك وشاطبين على وضعك لانها تقريبا ما طلعتش صح فغيروها واتفقوا انها تبقى خلصانه. هواياته الرسم وبعد كده لا تقريبا اتغير. اخر ماتش شفته ايه اكتر فاكهه بتحبها ايه؟ الجوافه والطواجن. الطواجن فواكه فواكه مكتوب اكتر. لا لا الاكل لا مش بنكتب سؤال. هو انا لما اقول لك اكتر اكله بحبها تقول لي طواجن هي دي اكله يعني المفروض مش عارف يعني خلاص بقت بيتزا 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 بعد بيتزا دي انا هظبطك بعمل ايه بعمل انتوا جايين وجايبين مش كام حاجه انا بقول بعد مراجعه الامتحان الامتحان وايه كمان بقى عدد الابهات عد ايه ده عدد الابهات انت كده بتقرب يلا نمشي قال لك كده الكلام تاني خالص تسعة وفي شرطه 60 جنبها هما ايه 69 دول الحمد لله مش شايفها مش شايفها ورقتي انا مش شايفها. الاخوات احمد كام سنه واسراء واسماء الله الله انتوا قعدتوا تسمعوا الحلقات اللي فاتت جودتوها كلمه على لسانه هوايتك والفاكهه واكتر حاجه ما تقدرش تستغنى عنها الفوط الفوط فوط فوط ايه اكتر حاجه ما تستغناش عنها الفوط فوط ايه هو ما بيستغناش عنها ايه ماشي فوط على طول فوط فوط عند السؤال اكتر ممثل بتحبه مين يا اخويا الحمد لله والله ما هتفهم اي حاجه اكتر مغني واكتر ماده بتحبها الاحياء واكتر فيلم الله مين السبيلنج بتاع انابيل جامد جدا يعني حتى كاتب السبيلنج غلط ده دي تسقط عشان اخر سفريه رحتها فين اخر سفريه في حياتك رحتها فين كانت وادي الريان وادي الريان مش سفريه على فكره لا سفريه على فكره في يوم واحنا في مبدئيا الورق ده الورق ده يعني ده كده حدد النتيجه خلاص انت كده معاكوا تهمتكوا فانا هحرزه فعلا اول ما النتيجه تطلع في الاخر اول ما تيجي وتفوزوا نقوم حاطينه ثم النتيجه بايظه محضر غش مبتدا دوت كوم